هاي اجان، هاي يا حلوين، كيفكم؟ اليوم رح نتعلم شغلة جديدة. نحن حكينا المرة الماضية عن الدودلينج، اللي هي انه نحن نرسم ونعبي الورقة كلياتها رسمات. اليوم رح نتعلم، ونحن كمان حكينا على موضوع الدائرة وكيف نرسم دائرة، صح؟ اليوم رح نتعلم بقى كيف نرسم طابة البوكيمون. رح اعمل كذا فيديو، اعلمكم كذا شغله ترسموهم، وفيكم بالاخير تحطوهم كلياتهم، ترسموهم كلهم على نفس الورقه. يعني هلا انتم حتمسكوا ورقه بيضاء، حترسموا معي طابه البوكيمون على نفس الورقه. المره الجايه حنتعلم سبونج بوب، حنتعلم بيكاتشو، وحنرسمهم كلهم على نفس الورقه. اتفقنا؟ يلا نبلش مع بعض كيف بدنا نرسم طابه البوكيمون. هلا نحن طابه البوكيمون بالاخير لازم تطلع معنا شكلها مثل هيك، تمام؟ رح نرسم طابة البوكيمون هيك، ورح نلونها كمان بهي الطريقة. اتفقنا؟ يلا تعالوا نشوف بقى خطوة بخطوة شو الخطوة الأولى لحتى نحنا نرسم بوكيمون. الخطوة الأولى إنه نحنا نرسم دائرة. بدي اياكم ونحن انا عم بحكي انكم توقفوا الفيديو، اذا انا الخطوات كانت سريعه فانتم توقفوا الفيديو وترسموا خطوه بخطوه. So now we're gonna draw a Pokemon Pokeball, and for the Pokeballs this is gonna be part of the doodling project. You can draw a Pokeball on a page. In the next video we'll learn something else, and then you're gonna add up all those things that I'm teaching into one page. So by the end of those videos you will get your first project done and finished. Okay, so first step is to draw a circle, and I want you to pause the video and follow those step by step. هلا بعد ما نحن رسمنا دائرة حنجي على الخطوة اللي بعد منها، انه نرسم. اذا انتو لحقتوا الخطوات اللي انا علمتكم اياها بموضوع رسم الدائرة، فانتو هدول رح يكونوا عندكم اياهم من الاساس مرسومين. So we're gonna draw now this cross sign here in the middle, because it's gonna help us find where is the center of the Pokeball. Okay, after you finish this step now, we're gonna go to the next step, which is basically defining this small circle. And now you see why we drew this cross line. Now if you can تعرفوا ليش نحنا رسمنا هذا الزائد بالنص، لأنه هذا الزائد بالنص نحنا بدنا نعرف هي الدائرة وين بدنا نحطها. هل حنحطها هون بالنص الدائرة، ولا على اليمين، ولا على اليسار، ولا تحت؟ ستطلعوا عليها كتير منيح. شوفوا الدائرة وين مرسومة. مرسومة الدائرة بالزاوية الفوقانية بهذا المربع اللي هون اللي فوق، شايفين كيف؟ ونازلة شوي صغيرة على هذا المربع، من هون دقة بالخط، ومن هون نازلة شوي تحت الخط، وهي جاية بالمربع هذا بهذا المثلث اللي هال بهي الجهة. يعني دائرتنا جاية هون. بوقت ترسموها تأكدوا انه ترسموا مكانها صح، ما ترسموها تحت او على اليسار او بالنص. الدائرة هون راح تكون. هلا الخطوة اللي بعد منها، بعد ما رسمتوا هي الدائرة الصغيرة، انه نحن حنرسم دائرة تانية بقلب منها. شايفين كيف هون في عندي هي الدائرة الحمراء؟ هلا الخطوة انه نحن نرسم هي الدائرة الحمراء. برجع بذكركم عم نرسم بخطوط كتير فاتحة، ما عم نغمق ايدنا على القلم ونرسم هيك، لانه هيك ما بقى تمحى معنا الرسمة. نحن بدنا نرسم بخطوط فاتحة، وبعدين بنغمق الخطوط اللي بدنا اياها وبنمحي الخطوط اللي ما بدنا اياها. فالرسم بالقلم الرصاص حيكون كتير كتير فاتح، هيك عم نرسم هيك كتير 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 خطوط فاتحة فاتحة فاتحة. هلا رسمتوا الدائرة الثانية الحمراء، رح نجي بقى على الخطوة اللي بعد منها، حنرسم دائرة ثالثة أكبر من التنتين اللي رسمناهم. نحنا رسمنا هاي الدائرة الجوانية، وهي هلا حنرسم هاي الدائرة الحمراء، هاي الدائرة الحمراء الكبيرة هون. هلا طلعوا بقى الدائرة الحمراء. Now we're gonna draw this red line, the red circle right here. And this red circle right here is gonna be larger than the other two circles that we drew. And it's gonna go now. Look, now it's going deep into this corner as well. It's going a little bit into this triangle, and it's going a little bit inside here. But most of it is still at the top triangle or top quarter. مثل ما حكيت كنتم انتبهوا وين مكان الدائرة. لسه الدائرة أغلبها جاية بهذا القسم، نزلت لهذا القسم شوي، نزلت شوي صغيرة لهون، وإجت شوي صغيرة لهون.
Now we're gonna go with the next step. Next step is to draw those lines. You see those red lines here? Those red lines here are, remember how we do this? This is the Pokeballs that we're talking about. This is what we're drawing. We're drawing this line, okay? And those are not straight line. هدول ما لهم خطوط مستقيمة. هدول مثل ما يكون شايفينهم الخطوط طالعين لفوق شوي. هذا الخط طالع لفوق شوي وهذا الخط طالع لفوق شوي. ما لهم خطوط. ما حنرسم هيك خط مستقيم. ما بيطلعوا حلوين. أحلى إذا هيك عملناها مشان تبين إنها طابة هيك ومدورة. Okay. Next step now is to draw where the highlight is. الخطوة اللي بعدها نرسم وين الإضاءة جاية. هنرسم دائرة هون كأنه الضوء جاية على هي القرنة. This is basically where the light is hitting the ball. Okay, so we're gonna draw a sort of, this is not a circle, this is more of an oval shape. تبهو إنه هي مانا دائرة, هي شكلها شوي بيضوي. هلا الخطوة اللي بعد منها رح نرسم الخيال. نحن وقت بيكون عنا إضاءة جاية قوية بيكون في عنا خيال شوي للطابة, منشان وقت نحن نرسمها للطابة ما تطلع كلياتها لون واحد, تبين عنا شوي الطابة لها خيالات. فنحن حنرسم هذا الخط هيك, شايفينه هذا الخط. نحن ماشيين مع نفس الانحناء تبع الدائرة. We're going with the same direction as the circle, the same curve with the circle. So it goes like this, up. And the next step is to start coloring because this is now ready. This is how we're gonna color it, okay? You're gonna, first of all, you're gonna use your black marker and define all the sides. هنستخدم القلم الأسود ونرسم كل حدود تبعون الطابة. هلأ إذا هتسألوني شو الألوان اللي فينا نستخدمها, شو الألوان اللي لازم نساويها, فيكن تستخدموا الألوان اللي بتكون ياها. نحن عم نشتغل مشروع الدودلينج, ألوان الفولاماستر هي أنسب ألوان لهذا المشروع. فإذا عندكم أقلام فولاماستر فهي ممتازة. إذا بتكون تستخدموا ألوان خشب فيكن تستخدموا ألوان خشب, بس أول ألوان كتير حاولوا إنه اللون يظهر كتير واضح ونلونها شوي شوي بطريقة كتير نحاول انه نعطي التدرجات. يعني مثلا شايفين هون هنلون هي القرنة رمادي, هنترك هي بيضة بيضة من صفاء من بياض الصفحة, او اذا عندكم قلم ابيض. هون اذا منتبهين نحن هذا رمادي غامق, بتشوفوا كيف هون غمقنا شوي اكتر. شايفين هي القرنة كيف هون هيك غمقنا اكتر منشان تبين معي الطابة هيك بارزة اكتر. تركنا مكان الاضاءة ابيض ولوننا الباقي كلياته احمر. رسموا لي البوكي بولز على مثل ما حكينا ورقة فاضية بيضة. You're gonna draw this on a white beige, and for the next video we're gonna use the same paper that you drew a Pikachu ball on it or like a bokeh ball on it to draw SpongeBob. All right, see you in the next video.